قالوا تقص في الضوء يماني خالص مريقل يا عجبكش طول الحديد رباح يا ربي قتلهم حولوني مال الحي ضاي كل فلس عندك 250 دينار متاع التريمست الثالثة في الفاتورة التقديرية الثانية اللي جات شو معناها التريمست الثالثة كي عبدتني هي والتقديرية يا ودي هديك ربي راني نزيد معاك مخالص مريقل يا اخي تو وقت قصام ضو يعجبك لا جاني الانذار الاول لا جاني الانذار الثاني تو تدا موكاكا يا اخي نتبلى عليك انا موكش خالص يا سيد مش قص الضوء يا ودي كيفاش تقص الضوء يا ربي كيفاش تقص الضوء ما فماش قصام ضو خمسة ربعي بلاد على قرنك ولا شنو يا عجبك وريني من قالها فين مش قص الضوء يا عايش كلمتين يا ودي خويا وين خلينا نخدموا على رواحنا كلمتين من غير ما تشرح لي وضعيتك من غير ما مش اعصابك انت هاك تعاونوا مع الحياة يعيشك يعيشك عندي ألف وواحد ما نمشي نقص عليه الضوء على الصباح يعيش يرحم والديك ادفع ومن بعد اشكي ما كانش كنقص الضوء هادي لي واحد من الناس ماذا بيه الدولة تولي تسب الشهريات الاستاق والسولات وهوني هي تعطينا مصروفنا بالله اي قدمة مقترح للحكومة انا خاطيني راني عاود قدمة علاش من بعد اخويا ولدونا هاو سكينة ب 200 هاو ب 300 وصلت حتى ل 500 الواحد انطق من جنابه يا رسول الله اقتصدنا زمرنا حبسنا باعوا لنا المنقاله تي نتكلموا ولا نسكوا يا رسول الله صارت باعوا في المنقاله باع باش نقدر نباعوا انت المنقاله التلفزه نسكر فيها بالصبع عندي مي تمشوناش هاب شو بدال تمشوناش شويك يا راجل شويك تعيط شويك تعيط نخدم على روحي انا يا سيد خذوا الله حشتها بفلوسها يا عيش تحب عنا الدولة اش تحب عنا بجوه ربي يا ود الدولة تلم في فلوسها راس عام والدولة لازم تلم فلوسها يعيشك لما فلوسها كان من هنية كان من الزوالي عاد مشت للناس الصحاح اللي عندهم الشركات وعندهم الوتلاوة ها ولا هذاك ما تقصش عليهم طبعا كان فينا هنية تنص فينا يا رسول الله اي نمصوا فيه نمصوا في الزوالي برا اشكي تحب تشكي برا مش توريني منقالة ولا راه نطلع نقصوا من برا من فوق كلمتي لا تقص في الزوالي من فوق يا رسول الله كلمتي تحب نطلع نخدم الكهرباء نطلع بالسلومة نقص عليك من فوق والله كتجابي والله كنت خبش كرشك للرجع الضوء والله باش خويا حرام انت نعرف هالدوله الصادقه وريني من قال عايش خليني مش نجي ضد الدوله يا اخي اني نجمها الدوله راني تفشل قدام الدوله طالع انت مع الدوله مع السلام لا ودي لا اعرف والله للرجعه كان قصه من فوق يجعل مني اسمعني مش تخلص ولا كلمتين والله عندي ولادي يقرا خلي كملوا لي هلا يمات وتو بعتين هاي عندي هاو عندي الزيتون مش نقرقب طرف زيت هادو نبيعوا حتى بالرخص راهم رخصونا راهم ذلونا راهم يا رسول الله ذلونا راهم وعندك الزيتون زاد تقعب الزيتون هاو دي مطيشين والله نبيعوا فيهم بالرخص والمعاصر مع الشب تقبل منه يا رسول الله هاو نطيش في الكيات يا هاو نطيش يا رسول الله ايوا مش نعملوا هنا اترى اش نعمل مين شده صار ثم الزيتون تقعب طيشين خويا ها عامل جيه سبق عاد نطيب اش نعمل ترى اش نعمل والله زيتون بلاش نطيشوا فيه ولا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه والله ساعات تجيني حالات اجتماعيه قسما بالله العظيم والله نفس والله الخدمه ذي قلت لهم نحوني من الخدمه انا راح اخذ خبز مع جبينك ما تبطلش باه انت ما قرقبتش الزيت لا لما زلت هذا الزيتون مطيش نشوف المعطر المعصر ضربوني يا ما اسمع ناوي والله ناوي زاد مش نقرقب فيه حتى 10 دقائق كان نقى زيت انت مش قلقب زيت كان نقى زيتون ناخو قلت